جمعت شمل الأسر. أول عيد عدى في عمري أفرح بيه. أخرجت الشباب من أزماتهم بسبب العمليات اللي عملها والدي وتعثره ومرضه، ما قدرناش نسل. ردت للأطفال ضحكاتهم بعدهم، ما نش عاوزها تمشي مننا تاني. أعادت الغارمات والغارمين لعائلاتهم. بعد اللي أنا جربته وبعدت عن أهلي وبعدت عن ابني، عمري في حياتي ما انت هجيب حاجة تاني خالص. فرجت عن المحبوسين كرباتهم. فرحانة النهاردة قوي إني شفت عيالي بعد 8 شهور، بعد ما كنت فقدت الأمل إني أشوفهم وأشوف أبوهم. مبادرة العفو الرئاسي فرصة جديدة لحياة أفضل.